مشاهد الآن دور أهداف دورة أبرع ملخص الجولة. البارسا برشلونة، شاهدتم بأعينكم هذه الفرحة. أوه اليوفي البارسا. هاي جايز، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مهدي الله التي تهتم بكل ما يخص كرة القدم من مسابقات، تحديات، فلوجات، تحاليل فيديو تعليمية والعديد من الأشياء وجيم بلاي لعبة الفيفا. المهم في هذا الفيديو سنقوم بإجراء قرعة افتراضية لدور أبطال أوروبا للدورة الرابعة التي ستلعب غدا. المهم سنقوم بالقرعة ومن بعد سأضع توقعاتي على هذه القرعة، وكذلك أنتم لا تنسوا وضع تعليقاتكم وتوقعاتكم لهذه القرعة. سأحاول الإسراع في وضع هذا الفيديو لكي يكون لنا وقت على التعرف على هذه التوقعات. المهم إذا كنت أول مرة تشاهدوني فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك أي فيديو جديد. المهم أطلع عليكم، سنبدأ القرعة بسرعة لأنه ليس عندنا وقت. القرعة ستلعب غدا على الساعة 10. المهم حضرت الفرق، سنقوم الآن بإجراء القرعة. إذا هوف نضع موسيقى تشويقية كما تشاهدون، وضعت كل الفرق في هذا الإناء. أول فريق توتنهام. أجاكس. أجاكس يعني يقع مع توتنهام. أجاكس في مواجهة توتنهام، أول مباراة أتوقع سأقوم برفع اليوفي. اليوفي اليوفي مانشستر يونايتد. بسرعة نمر. بورتو، ما هذا الحظ يا مانشستر. مانشستر محظوظ بوقوعي مع بورتو. هذه القرعة افتراضية ناري بقية. الله على هذه القرعة. يعني بقية اليوفي، مان سيتي، البارسا، وليفربول. اليوفي اتوقع اليوفي البارسا، الكل توقع هذه المباراة. مشاهد الآن دور أهداف دور أبطال ملخص الجولة. البارسا برشلونة، شاهدتم بأعينكم هذه الفرحة. أوه اليوفي البارسا، يا له من مباراة، يا له من كلاسيكو. كلاسيكو دوري الأبطال الآن هو البارسا اليوفي. وبقي ليفربول والمان سيتي، هو الفريق اخير مباراة كذلك. اوه غريبة هذه القرعة، غريبة. المان سيتي، اذا كما قلنا توتنهام، اجاكس، بورتو، مانشستر، اليوفي، البارسا، وليفربول، مان سيتي. ولكن سنعيد قرعة اخرى. إذا المشاهدين سنقوم بقرعة أخرى لنتأكد، لأن المباريات كانت قوية ليس في صالح يوفي البارسا والمان سيتي ليفربول، مباراة قوية. لنشاهد فعلا ثانيا هذه المباريات لنتأكد من أن القرعة ستقع مرة أخرى بنفس الشكل. البارسا، هذه المرة البارسا هو أول فريق يعني قد يقع مع كوني برشلوني. سأتمنى الوقوع أمام بورتو صراحة، المهم هو الفوز. بورتو أو توتنهام أو مانشستر، صراحة لا أريد أن يقع البارسا ضد اليوفي وضد مان سيتي. ليفربول، أوه على المباراة البارسا ليفربول. أتذكر أن ليفربول أقصى البارسا سنة 2007. نعم 2007 أقصي البارسا من ليفربول.
اليوفي. يا حذر يا حذر اليوفي مان سيتي. عشاق اليوفي يطلبون بورتو الان. مانشستر يونايتد مره اخرى وقع في دور المجموعات ان يقع في دور الربع. توتنهام بورتو او مان سيتي في مواجهه اجاكس. اجاكس في مواجهه مان سيتي مباراه مثيره كذلك. مان سيتي إذن أجاكس مان سيتي بورتو توتنهام مانشستر اليوفي وليفربول برشلونة مباريات صعبة صراحة كرة ليست في صالح مباراة صعبة ليفربول برشلونة واليوفي محدود صراحة الوقوع مع مانشستر رغم أن مانشستر أظهر أنه قوي أمام باريس سان جيرمان لا يستعين به. توتنهام بورتو توتنهام أظن هو المحدود في هذه القرعة. أجاكس كذلك لم يكن محظوظا بوقوع أمام مان سيتي مباراة قوية. مان سيتي أجاكس ليفربول برشلونة المهم إخواني فقط نحن نمزح. ضعوا توقعاتكم سأضع توقعاتي صراحة الآن لن أبالي للقرعة. البارسا أظن البارسا سيقع ضد المانشستر مانشستر يونايتد. البارسا مانشستر يونايتد اليوفي أظن اليوفي توتنهام هذا هو توقع اليوفي توتنهام. أظن أن ليفربول سيقع ضد أجاكس والمان سيتي بورتو. المان سيتي سيكون محدودا بوقوع ضد بورتو. أظن أن قرعة رائعة صراحة. توقعاتي أظن أنها ستكون مرضية للكل. بارسا مانشستر يونايتد البارسا مانشستر يونايتد اليوفي توتنهام مباراة أظن متكافئة شيئا ما. توتنهام كذلك فريق لا يستهان به وعبر أقصى بروسيا دورتموند ذهابا وإيابا. أجاكس ليفربول مباراة أظن جميل الكفة لليفربول لكن أجاكس الموهبة وإثبات ذات ولكن المحظوظ مان سيتي وبورتو وضعت يعني الحد. أظن أن المان سيتي سيكون محدود. لا أدري إن كانت هذه القرعة سأكون أصبت ومساء دعوه. دعوا توقعاتكم إخواني الكرام لكي لا أطيل الفيديو. هذا كانت هذه توقعاتي أعيدها مرة أخرى. برشلونة مانشستر اليوفي توتنهام أجاكس ليفربول بورتو مانشستر سيتي. إذن دعوا تعليقاتكم وتوقعاتكم للقرعة دوري أبطال أوروبا إلى أن نلتقي بعد القرعة ونعطي آراءنا على قرعة دوري أبطال أوروبا. كان معكم مهدي زبدي من قناة مهدي الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة إذا أعجبتكم هذه الفيديوهات هذه الأفكار. هناك العديد من الأشياء القادمة كفلوجات تحديات مسابقات وتحاليل وفيديوهات تعليمية تخص كرة القدم. إذن إلى أن نلتقي في فيديو آخر أودعكم. تشاو تشاو بيس. Thank you.